نلحق نجاوب شوية أسئلة بقدر الوقت ما يسمح، فياريت اللي فيه أسئلة يجيبوها بسرعة. في حد هو مش سؤال يعني في التعليم نفسه، يقول نقبل الآيات يا سيدنا، هل توجد دفعة جديدة هذه السنة أم لا؟ لا إن شاء الله هيبقى فيه، قد تتأخر شهر لكن هتبقى فيه، عشان كده احنا هنخلي لكم عدد خدام يومين في الأسبوع عشان نلحق نخلص بسرعة وما تضيعش السنة عليكم وتتنقلوا بعد كده في سنة تانية. انتوا زي ما شايفين المواعيد ملتزمين بيها جدا، فنحبكم تيجوا بدري وعشان ما نأخرش ونمشي على طول. في سؤال روحي شوية، ازاي نعالج الفتور الروحي اللي بيجيلنا اوقات، وهل ربنا يقدر ان يجي علينا وقت مش عايزين نصلي او ما عندناش الشغف اننا نقرأ في الانجيل لمدة، وهل الفتور الروحي لفترة مؤقتة دي خطية او تجديف على الروح القدس؟ لا مش خطية، بس بيبقى كسل. تعرفوا زي ما تكون عربية كده المرش مش شغال، فعشان تدور بتحتاج الأول زقة الناس تزق، لكن أول لما بيحصل حركة والشرارة تطلع بتلاقوها بقى يعني إيه دارت لوحدها، واللي كانوا بيزقوها هم اللي يركبوها وهي تمشي بيهم بعد كده. فأحيانا الفطور يحتاج تغصب شوية، الواحد ما يطوعش نفسه، ماليش نفس أصلي، مش نفس أقرأ، الواحد يتغصب، مجرد ما يتغصب شوية كده يلاقي الدنيا يعني مشيت وسخن كده ويبقى مش عايز يبطل. زي أحيانا في حياة المذاكرة واحد ملوش نفس يذاكر، فيقول طيب لما يكون تلميذ شاطر يقول اجيب ماده كده بحبها. ممكن اليوم اللي ما كانش له نفس يذاكر فيه يبقى اكتر يوم يذاكر فيه، نفسه تتفتح ويبدا يعني ايه يتنشط، يبقى حلو قوي. هل نرد على أي أسئلة من الناس غير مسيحيين على تشكيكهم في إيماننا وديننا ولا ما نردش؟ مش مهم نرد وندخل في مجادلات، المهم الرد يبقى عندنا إحنا، المهم الرد يبقى إيه؟ يبقى نقول زي معلمنا بولس الرسول، عالم بمن أمنت، من سيفصلني عن محبة المسيح؟ أما أرد أو ما أردش مش مستحب قوي في السن الصغير وفي مجال الدراسة وغيره الدخول في مجادلات دينية ولا غيره، لكن يكفي ان انا يبقى عندي ايه الرد. السؤال التاني غريب شوية، ليه ربنا اعطى ايات عكس ايات؟ ليه ما سهلهاش علشان ما حدش يتشكك؟ فين الايات اللي عكس ايات؟ فيش اي حاجة عكس حاجة في الكتاب المقدس. هتولي مثل، يا ريت اللي بيقول كده يبعت لي مثل كده، ايه آية عكس آية؟ ما حصلش. في يقول من جدف على الروح القدس فلن يغفر له، ممكن ربنا ما يغفرش خطية الإنسان حتى لو تاب؟ آه
هو لو تاب يبقى ما بيجدفش على الروح القدس. من ضمن معاني التجديف على الروح القدس اولا عدم الايمان بلاهوت السيد المسيح، لان قال من امن واعتمد خالص ومن لم يؤمن يدن، ومن لا احد يستطيع ان يقول المسيح رب الا بالروح القدس. فمعنى ان الواحد يعاند الروح القدس اللي جواه وما يؤمنش بلاهوت السيد المسيح، فطالما مش هيؤمن مش هيخلص، وبالتالي مفيش مغفرة. لكن لو آمن خلاص. برضو اللي يقاوم الروح وما يتوبش ده التجديف، لكن لو واحد تاب يبقى بيستجيب لعمل الروح القدس فيه، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم. رجل الدماء والغش يكرهه الرب. هل من الممكن ربنا يكره رجل مهما أخطأ ولو كره حد؟ ليه بيقول لنا إن إحنا مهما نغلط ربنا عمره ما كرهنا؟ في فرق بين الواحد يكره الفعل، يعني فرق بين الفعل والفعل. يعني غلط انا شفته، في ناس والحاجات دي يا اولاد احيانا بنقع فيها، الناس ما بتميزش. يعني لما بابا في البيت او معلم في المدرسه او في الكنيسه نشوف حاجه حصلت غلط وحاجه علنيه كده، نوجه ونقول ده غلط ولا ما نوجهش؟ غلط، ممكن نقولها بحده كده، ما فيش قصد لإحراج حد، لكن احنا بننبه الفعل ده ايه غلط. وممكن احيانا ممكن نشخط في موقف معين والشخص ده الواحد يشوفه بعد كده، انا مش عارف، ما اعرفش، يعني مش في بالنا ايه الموضوع خالص، لان احنا اللي كنا متضايقين منه الايه الموقف. الموقف انتهى خلاص، مفيش عداوة او مفيش كره، مفيش بغضة. البغضة للشر، زي الطبيب يكره المرض لكن لا يكره المريض. فربنا طبعا يعني الشر ما حدش يقبله طبعا. الله أعطى نعمة الإيمان بالمسيح المستحق. ليس أحد يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. ده مش ظلم للناس التانية؟ لا، لأن أي حد يستحق أو مهيأ ربنا ما بيسيبوش خالص. عشان كده قال نور أشرق للصدقين وفرح للمستقيم القلوب. ربنا عارف استعداد كل واحد. أي واحد ربنا شايف أنه مهيأ ومستعد ومتجاوب، ربنا بيعلن له نفسه على طول. طلب يا سيدنا، ممكن نيافتك توضح بتشرح فين من الكتاب؟ في الجزء الخاص بعقيدة لاهوت السيد المسيح، لكن ممكن ما بقولش بنفس يعني اللي مكتوبه إلا طب أسيبكم تقروا. أنا بشرح مفاهيم أكتر ممكن مش بترتيب أو بالتسلسل اللي في الكتاب، لكن يهمني في الشرح يا ولاد إن بوصل لكم مفهوم يبقى مفهوم حاجة. يعني الكتاب مكتوب بطريقة تقرأ، ممكن بنشرح بطريقة فيها تبسيط شوية بحيث الفكرة تبقى واضحة، لكن هتلاقي المضمون اللي بنقوله هو اللي في الكتاب حاجة واحدة، قد يكون مش بنفس الايه الترتيب لكن المضمون واحد. هو ممكن نعرف الامتحان عادي ازاي؟ لان الكتاب كبير جدا وكله ايات، بس انا احفظ ايات بس. انتوا يعني في دفعات كتيرة اتخرجت قبليكوا، عايلين الهم ليه؟ هما اللي اتخرجوا قبل كده احسن منكوا يعني؟
وإيه يعني لما نحفظ آيات؟ ده الآيات جميلة. وبعدين فرصة في السن الصغير، بنصحكم على قد ما تقدروا احفظوا. احنا طبعا بنركز ان نفهم، لكن حفظ الكلام ربنا حلو، على قد ما نقدر احفظ. كل ما هتكبروا مش هتقدروا تحفظوا يا ولاد، فرصة وانتوا بس يعني صغيرين نسبيا احفظوا. الحاجات دي بتبقى ذخيرة معاكم مدى الحياة، ما تبخلوش على نفسكم انكم تتملوا. يقول دعوا الروح يملأكم. كيف نتخلص من الحقد اللي في قلوبنا واي شهوات اخرى؟ الحقد واي شهوات اخرى بيبقى زي ظلمة. ازاي نتخلص من الظلمة؟ ازاي نخلص من لما يكون حاجة ظلمة؟ نتخلص من الظلمة ازاي؟ مجرد حاجة تنور هتبدد الظلام. فالحاجة اللي بداخلنا في قلوبنا في ظلمة، ندخل كلمة ربنا نفكر فيه، فمجرد كده بيبقى زي نور يدخل، الظلمة دي تتبدد لوحدها، ما يبقاش في حقد. هلاقي اللي انا بحقد عليه دوت او بحقد عليها، طب انا بحب ربنا يبقى احب خلقته، بحب ربنا احب اللي بيحبهم ربنا، ربنا بيحب الكل. فهتلاقيني يعني ايه، ما اكرهش حد وما احقدش على حد. في شهوات، ما هو انا لو بحب ربنا هتلاقي الشهوات لوحديها تنطفي وتهدأ. لو بنتفرج على حاجات وحشة ومش عارفين نبطل وبنتوب ونعترف وبنندم والشيطان يغلبني تاني، نعمل ايه؟ نتوب تاني، ما نيأس، نتوب تاني ونحاول تاني وتالت. والشطارة نشوف ازاي بيغلبنا. يقول لك انظر من اين سقطت وتوب، ونحاول نغلق الباب. المثل بيقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، نشوف بيدخل لنا منين ونقفله. اعمل ايه لو حد عايز يبطل خطيه ومش عارف يبطلها وبيحبها؟ زي ما قلنا، ندخل حب ربنا في قلبنا او نكتشف حبه. ذاكروا كتاب العقيدة ده، تلاقوا نفسكم بتحبوا ربنا، هتكتشفوا قد ايه بيحبنا فهنحبه. فحبه نور يطير الظلم على طول. في حد بعت الفرق الآيات اللي بيقول عكس بعضيها؟ ركزوا معايا بقى عشان هنشوف عكس بعضيها ولا لا. كله مصحصح؟ احب انا اللي يتفاعل كده في حاجه ويبعت. بيقول سلام يا سيدنا، سلام ونعم. اول حاجه الخط جميل قوي ومقروء يعني، فانا بمتدح صاحب السؤال. ايه الفرق بين هذان الايتين النحوي بين ايه يعني؟ معلش هنفوتها. بين هاتين الايتين بيقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يمضي وشهواته معه. وبعدين يقول الايه الثانيه يرى الناس اعمالكم الصالحه يمجدوا اباكم الذي في السماوات. هل دي عكس ديت؟ طيب، اولا لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، مش الناس، ما يقصدش الايه، مش الناس.
العالم نفسه، الشهوات اللي فيه، الحاجات اللي كل حاجة فيه زايلة، دي ما تعلقش بيها. عشان كده هو يعني القديس يوحنا بعدين يقول لأن العالم يمضي وشهواته معه. كل الحاجات اللي بنشتهيها هنا، نحب يعني نشتهي يعني العالم، اللي بنشتهيها في العالم هتمشي. كل ما في العالم شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، كله هيروح، مش هيبقى موجود. هيئة العالم ده كله هتزول. شهوة الجسد بتبطل لوحدها، نحن بتبطل واحنا ما زلنا في العالم، مجرد شوية مرض، الإنسان يكبر في السن شوية خلاص ما بيبقاش يعني له نفس في حاجة، فكله وقتي وبيعدي. فيبقى خايب اللي يشغل نفسه بحاجات زي كده ويضيع أبديته. لكن الناس، احنا بنحب الناس، بنقول ليرى الناس أعمالكم وصالحها يمجدوا أباكم الذي في السماوات، قال أنتم نور العالم. فهنا ما فيش تناقض، دي بيقصد بها معنى ودي معنى خالص. نعم يا بنتي. هو هنا اللي كتب بعد تناقض الآيات، يمكن يعني الكتاب المقدس يقول لنا إن سيد المسيح هو ابن الله. طب لما الشاب سأل ربنا بيقول له يا معلم الصالح أعمل إيه لأرث الحياة؟ قال له لماذا تدعوني صالحا ليس صالح إلا الله وحده؟ فهنا مش في برضه شوية؟ لا 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 لا، يعني هنا اقعد يا بنت، هو هنا بيلفت انتباهه ليقول له لماذا تدعوني صالح ليس صالح الا الله وحده، يعني هل بتؤمن اني انا الله؟ لا لا لا، يعني هل تؤمن؟ زي تعرفه لما كان يجي يعمل معجزه يقول له اتؤمن؟ اتؤمن بابن الله؟ يقول له اؤمن. واحد تاني يقول له اعن ضعف ايماني، وكان يقولوا له يا سيد يا ابن، يقول له أتؤمن؟ مع أنه بينادي عليه وطالب المعجزة، فربنا يقول له أتؤمن؟ يقول له أؤمن. أو واحد تاني قال له أعن ضعف إيه؟ إيمان. فبيقول له أيها المعلم الصالح، قال له لماذا تدعون الصالح ليس صالح إلا الله؟ بتؤمن إن أنا الله؟ مش تناقض. لا، بس حلوة الأسئلة دي، بحبها يعني. بما أن المسيح جوهر الله المتجسد، تعبير جوهر الله المتجسد يعني هو نقول هو الإله المتجسد، ما أقدرش يعني يعني تعبير جوهر الله المتجسد يعني المسيح هو جوهر. لا، المسيح أقنوم الكلمة، الأقنوم غير الجوهر. الأقنوم في الجوهر معلش، لكن مش هو الجوهر. لماذا لم يبدأ التعليم في سن الطفولة؟ ايه علاقة دي بده بما ان المسيح جوهر؟ لماذا لم يبدأ تعليم في سن الطفولة؟ يعني هو ليه ما علمش في سن الطفولة يعني؟ هو كان في الهيكل أحيانا عمل حاجات أما كان عنده في 12 سنة، وقعد في الهيكل يحاور الشيوخ ويتكلم معهم في أمور، وتعجبوا تعجبوا إزاي طفل كده بيتكلم في الحاجات ده هي. ربنا بحكمته دبر ان زي ما بيقول القديس كيرلس الكبير ما يعملش ضجة، لان كان بيخفي لاهوته عن الشيطان احيانا. فاعلن عن معرفته بالتدريج، مش هي اتوجدت او نامت. اما يقول كان ينمو في القامة امام الله والناس، يعني في نظر الناس، لكن هو كل المعرفة وكل الفهم، لكن بتدبيره
زي ما قال العذراء لما جت تطلب منه تحويل الماء لخمر، قال لها لم تأتي ساعتي بعد، مش في التدبير دلوقتي. فكل حاجة عنده بميعاد هو محدده بحسب تدبيره. فهو كان وجد في الهيئة كإنسان، فخلى الدنيا تمشي بصورة هادية شوية، زي ما بيقول قديس كورولوس ما يحصلش ضجة. لكن بالفعل وهو طفل كان بيقعد وسط الشيوخ ويحاور ويجادل، لكن كان لسه الميعاد اللي هو حدده ما جاش. إذا كان الإيمان موهبة، إذا ما شئنا وما الدينونة التي نحملها إذا لم تعطى لنا هذه الموهبة؟ أيوة الموهبة، بس بتعطى لمين؟ للي عايزها. قال اطلبوا تاخدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني أنبى موسى الأسود لما كان مش عارف ربنا وقعد يطلب يا رب عرفني نفسك، كان فاكر الشمس هي الله. واحد عايز يعرف ربنا ومش لاقي حد، فربنا أعلن له. فاللي بيسعى بقلبه مهيئ إنه عايز يعرف ربنا، ربنا بيعلن له ذاته وبيديله هذه الموهبة وهذه النعمة. وقبل ايه يا سيدنا، بالنسبة لخدمة حضانة اتلغت؟ ما اتلغتش، هي بس الخدمات متوقفة، بترجع بالتدريج يعني، فهي حاليا متوقفة لكن ما اتلغتش، هيجي وقتها يعني تستأنف تاني. زي ما انت يا ولاد قاعدين، هل احنا كنا بنقعد بالطريقة دهيت؟ في ظروف واحنا بنخاف عليكم، فكل حاجة بتبقى برضو بنتصرف فيها بحكمة وتعقل. ده في حد كتب بطريقة عجيبة أوي، كويس إن أنا ده أنا ممكن آخد يعني جايزة إن عرفت أقرأ. أنا بجيب قربان من الكنيسة كاتبها بالألف، قربان، وباكل القربان مع شاي أو أي مشرب أو مشروب يعني، هل ده عادي ولا حرام؟ أرجو الرد. لو قربان الحمل الأولوجية اللي بناخدها بركة ما يصحش، لو القربانة دي من الطبق الحمل اللي تقدم، لا دي بيبقى لها كرامة خاصة. ربما أحيانا في بعض الكنائس يعملوا قربان عادي كده يعني يتوزع يعني، لكن القربانة اللي بناخدها وابونا بيوزعها في الكنيسة لا. أنا كل شوية بعمل خطيئة معينة وأروح أعترف، وأقعد مثلا شهر ما أعملش خطيئة وبعد كده أرجع أعمل أكتر من الأول. أرجو الرد. أول حاجة كويس إنك بترجع، إن الواحد بيرجع تاني، لأن في ناس ما بترجعش وده مش كويس، لكن اللي بيرجع يبقى في أمل إن نبطل. لكن لما الواحد يرجع يبقى شاطر. يبقى شاطر إزاي؟ يشوف إيه اللي بيخليني أرجع أعمل الخطيئة تاني وعالج الأسباب. أغلق الباب، الباب اللي يجي لك منه الريح سده ايه؟ واستريح. انظر من اين سقط، اعرف بتيجي منين. والشطارة ان الواحد يغلق الابواب. في انتقادات كثيرة على ان في سفر الرؤيا مشبه السيد المسيح بالخروف، فلو ممكن من قصتك توضح ليه مشبه بالخروف؟ زي ما يقول كشاة ثقة للذبح، مذبوح يعني كان ايه؟ فدية. مش بيقول كشاة مسبوق مثل خروف مذبوح او مثل حمل حتى الى الصليب.
فكلمة خروف يعني ذبيحة، مثل خروف إيه مذبوح، يعني إيه كان ذبيحة عن خطايانا. تشبيه، أحيانا التشبيه بناخد وجه شبه، تعرفوا في حاجات نفس الحاجة ممكن ناخدها بمعنى حلو ومعنى وحش. زي إيه؟ زي الأسد مثلا، ممكن الشيطان يتشبه بالأسد. إبلاقيه إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، وبعدين يتشبه السيد المسيح الأسد الخارج من سبط يهوذا. هنا شبهنا الشيطان بالأسد، وفي حتة تاني شبهنا السيد المسيح بالأسد، لكن هنا في وجه شبه يختلف عن هنا. الشيطان كأسد زائر يعني الافتراس يلتمس من يبتلعه، لكن المسيح الأسد الخارج يعني للقوي، صفة القوة لكن مش الافتراس. ففي حاجات بتيجي، المهم وجه الشبه ايه المقصود او الرمز ايه نفهمه. في حاجة في المسيحية اسمها الحسد او اعمال، في حسد اعمال الناس كلها عمالة بتعمل اعمال، يعني تصرفات يعني، مش كده؟ ما انا فاهم. لا، الحسد حسد المشاعر اللي هي الواحد يبقى متضايق الخير لغيره. يعني هل المسيح كان في حاجة للملاك أن يدحرج حجر قبر القيامة؟ لا، أولا هو المسيح الملاك ما دحرجش الحجر والمسيح قام بعد كده. المسيح قام قبل الحجر ما ايه ما يتدحرج. المسيح قام والحجر موجود. الملاك دحرج الحجر عشان الإعلان للقيامة أن القبر فارغ، لكن ما دحرجلوش الحجر وقال له اخرج بقى أو قوم. لا، المسيح قام وخرج والقبر ايه مغلق، وبعد كده الملاك دحرج الحجر إعلانا للقبر الفارغ. هل الجحيم شيء مادي أم شيء معنوي؟ شيء مادي أو شيء إيه؟ معنوي. ايه المقصود بالمادي؟ يعني هو اللي في الجحيم الارواح دلوقتي في الجحيم مكان الانتظار، فهو مش حكاية معنوي، ممكن وضع روحي معين، لكن هل فين بالضبط محدش يعرف. هل في وضع مكان مادي محدش يعرف، لكن اللي فيه حاليا الأرواح، الأرواح في حالة مش مادية، حالة روحية. أما مكان الجحيم نفسه محدش يعرف فين، ومش عايزينكم تعرفوا يعني محبكوش تعرفوا، ربنا ما يخلق. أيوة يا ابني اتفضل. لا، ما تقلش على الجحيم ده، تقل الجحيم ده مكان الانتظار، مكان الايه، لكن بعد الجحيم بقى يوم الدينونة في دلوقتي الفردوس وفي الجحيم، الأبرار في الفردوس والأشرار في الجحيم. في يوم الدينونة الأبرار هيدخلوا الملكوت، تعالوا إلي مبارس الملك المعد ايه لكم، والأشرار في بحيرة النار المتقدة بالكبريت حيث البكاء وصرير الأسنان. دي بعد القيامة لما هنقوم بالجسد بقى، احنا هنقوم، امال هيبقى القيامة ازاي؟
ما هنقوم بنفس الجسد اللي احنا كنا فيه، والا طب ما هو ليه المجازاه ما بتحصلش فورا؟ لان الواحد هننال ما صنعنا بالجسد خيرا ام شرا. فالواحد عمل الخير بروحه وجسده، وعمل الشر بروحه وجسده، فالانسان هيجازى روحا وايه وجسدا. هو نفس الجسد بس يمكن في وضع اخر يعني. في نار، هو قال نار يبقى في لسعة. ده في جهنم مش في الجحيم. على كل حال لما هنقوم بالأجساد بتاعتنا، ما هي دي بقى شوف العجب، عشان يبقى عذاب عذاب بقى يعني. حتى مش النار ترحمنا من الدود، لا، ده الدود والنار موجودين مع بعض. قادر على كل شيء ربنا، ما يورينا يعني. ممكن ما يعني نجاهد كده ونبقى عندنا رجاء ان ما نشوفش الحاجات دي خالص، ونريح نفسنا. ما تشغلش نفسك بيها، اشغل نفسك بالملكوت اكتر. في الملكوت لا في دود ولا نار، هنبقى مع المسيح، نكون مع المسيح كل حين. فخلي أفكارنا حلوة، وخلي عندنا أمل ورجاء، ونسيبنا من النار والدود دهيت، ربنا يبعدها عنا ويبعدنا عنها. لكن دي كلها الأوصاف اللي الكتاب قالها. احنا هنقوم، الجسد هيقوم، قد يكون الجسد في صورة أخرى لكن هو الجسد. وإلا ايه معنى القيامة إذا كان مش هو؟ ايه معنى القيامة؟ ليجازى حسب ما صنع بالجسد خيرا ام شرا. نعم. جسد بطبيعه ايه؟ فيها ميول يعني، فيها رغبات. لا مش هيلحق يبقى له رغبات، ده يبقى في نار. الواحد لما يفضل يتلسع كده يبقى فيه رغبات، ده احنا في الارض، في الارض هنا لو اتلسعت بتموت كل الرغبات. ماشي، اتفضل. اذا كان لكل شيء اصل وجود، فما هو اصل وجود الله؟ ما هو ده بقى يعني. هو الله عشان ايه؟ ان هو يعني اللي موجود بذاته، والا ما بقاش ربنا. لم آتي في آيات منتقدة هنا، خلي بالكم بقى الحلوة الآيات ده، هي دخلنا في تحدي كويس. لم آتي لألقي سلاما بل سيفا. وفي حاجة تاني يقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أتيت لأفرق بين الإبنة وأمها والكنة وحماتها. وبعدين يقول أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك. وبعدين كلماته على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، أبتا في يديك استودع روحي. حلوة الآيات دي بس هتاخد وقت، أنا مش هلحق أجاوب دول، وهقول لكم دول بسرعة وتسمحوا لي أخركم 10 دقايق ولا حاجة. بس أنتوا اللي مأخرين أهو، أنا ماليش دعوة، بحاول أكون ملتزم. خلي بالكم هقول بتركيز عشان الوقت، عشان برضو لو مرتبطين بمواعيد نحترم مواعيد الناس اللي إيه اللي رتبوا موعد. لم آتي لألقي سلاما بل سيفا. كل آية بتتقال هنا بتعني، اتقالت في سياق معين بمعنى معين، مش متعارض، لكن في المعنى اللي اتقالت فيه مظبوط. ربنا يسوع المسيح لما أتى، أتى بتعليم وبإيمان. هذا الإيمان وهذه التعليم من شأنها أن يقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر. في ناس تؤمن وفي ناس لا تؤمن. المشكلة مش من اللي هيؤمنوا، المشكلة في اللي مش هيؤمنوا، لن يكتفوا بعدم إيمانهم
ولكن يعلن الحرب ويشهر السيف ضد الذين ايه يؤمنون. السبب في إشهار هذا السيف تعليم المسيح، خلت في ناس يقاوموها ويشهروا السيف لما عصور الاستشهاد اللي انتوا عارفينها. فدي حصلت بسبب مين؟ بسبب مجيء المسيح وتعليم المسيحية. عدو الخير أثار الآخرين فصار سيف مقام. فهنا كان بيقولها في صدد، أو بمعنى خلي بالكو التعليم اللي أنا بقولها لكم ده هيت هتكون سبب في إلقاء السيف، أو سيف هيقوم إيه عليكم. لكن هو مش بيقول لهم احملوا السيف أو لا، قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، لألقي سلاما بل سيفا، قال لهم سيضطهدونكم ويسلمونكم إلى مجامع وولاة وما إلى ذلك. لكن تعليم نفسها اللي يعيش بيها دي تخلي الحياة اللي يعيش بها ينال الحياة وتكون حياته أفضل، اللي هي بيقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. دي بالنسبة للي إيه يؤمنوا. قال طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، يعيشوا في فرح ويعيشوا في وضع كويس. وده تلاقي أولاد ربنا فعلا متهللين وفرحانين رغم الضيقات رغم الاضطهادات، فرحهم لا يفقد أبدا. ودي اللي شفتوها في عصور الاستشهاد، وحتى حديثا في بعض الأحداث بيبان نعمة ربنا في أولاده في أوقات الضيق. أتيت لأفرق بين الإبنة وأمها والكنة وحمتها. نتمشي زي الأولانية السيف، لأن في البيت الواحد ممكن حد يؤمن ومحد ما يؤمن. عارفين قصة القديسة بربارة وأبوها؟ خليته قام عليها، فأصبح في ناس كانوا بيسلموا أولادهم، والعكس، لأن البيت الواحد في ناس بتؤمن وناس إيه السبب اللي خلهم كده؟ تعليم المسيح أحيانا سببت في انقسام البيت، في ناس تقبلها وناس إيه. هل عشان التعليم وحشة؟ لا، ولكن عشان بتقاوم من عدو الخير فكانت سبب في انقسام. ده المعنى المقصود. أكرم أباك وأمك لكي تطول حياة أيام حياتك على الأرض. ده المفروض. عشان كده يعني الواحد حتى لو أبوه مش مؤمن بيتعامل معه كويس، ده اللي مطلوب مننا. لكن هو مين اللي بيعمل العكس؟ اللي بيبقوا غير المؤمنين بسبب إيمان المؤمنين، وهذا الإيمان بسبب تعليم السيد المسيح. فأتيت خلي بالكوا تعليمي دي هتسبب لكم متاعب وتخلي أعداء الإنسان أهل بيته أحيانا، إن كانوا فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم وكم بيكم. فهنا ما فيش تناقض أبدا، لكن بتتكلم في سياق آخر. أما لما بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وبعدين يقول يا أبتاه في يديك استودع روحي، دي احنا خدناها في الفداء. يمكن ربنا يسوع المسيح أما جه وفدانا على الصليب كنائب عن البشرية، اللي هي بعدت عن الله وتركت بسبب الخطية، فهو جه دفع ثمن الخطية نائبا عنا، فبيتكلم بلساننا إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني ها أنا قد وفيت الدين وأتممت الفداء، ليه تتركني؟
بيتكلم بنائب عن الايه البشريه اللي هي ترد عليها في عبرانيين 5 الذي في ايام تجسده صرخ بصراخ بدموع للقادر ان يخلصه وسمع له من اجل تقواه، لانه بلا خطيه سمع له وقبلت البشريه. وما بيتكلمش عن شخصه، كان بيتكلم هنا كنائب على الايه البشريه. زي في حته انا يعني فاتت مني وانا بشرح لكم المسيح ابن الله، لكن في الفرق بين بنوتنا وبنوته، ونحن بنقول ابناء الله برضو. عشان كده لما كان قال للمجدلية قال لها أن صعد إلى أبي وأبيكم، إلهي وإلهكم. أبي بالطبيعة لكن أبوكم بالتبني، إلهي كنائب عنكم لكن إلهكم أنتم بالإصالة. فما يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، كنائب عن البشرية اللي هو جه وخلصها. ف خلاص، فقال له في يديك استودع روحي، دي كلمة تاني غير متعارضة مع إلهي إلهي لماذا تركتني، لأن ديت بيقولها نائبا عن البشرية. ده ورقة كبيرة يعني، بس فيها حاجة بسيطة. أنا مدرسة سألني أحد الطلبة أن ربنا اتجسد واتصلب وفدانا علشان احنا لا نموت. طب ما احنا كلنا بنموت، اجاوب عليه ازاي؟ بس ادانا القيامة، هو غلب الموت بالقيامة، بموتي داس الموت، وقال من امن بي ولو مات فسيحيا. تأتي ساعة وهي الان يسمع فيها السمعون صوت الله والسامعون يحيون، اللي هي القيامة الاولى بالايمان بالمسيح والتوبة. لكن في ساعة يأتي يسمع فيها كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى في القيامة، لكن مش دلوقتي. عشان كده بيقول معلمنا بولس، إن كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. في حاجات متكررة فنكتفي بكده، وبكده يبقى جاوبت لكم غالباً كل الأسئلة تقريبا يعني. إن شاء الله نلتقي بسلام المرة القادمة. تفضلوا نصلي نختم. الله يترأف علينا ويباركنا، يظهر وجهه علينا ويرحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك مراسك، ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب، المحيي بالسؤالات والطلبات التي تصنعنا كل حين، سيداتنا وملكتنا كل الآية القدسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنير ميخائيل وجبرائيل ورفائيل وأربعة الأحياء غير المتجسدين وأربعة وعشرون كاهنا وكل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان والماء والأربعة وأربعون ألف البتوليين وسادات الآباء الرسل والثلاثة فتية القديسين والقديس استفانوس رئيس الشمس أول الشهر النظر الإله الإنجلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد القديس كيرجس والقديس سادرس فلوباتير ماركوريس والقديس أظامين وكل مصاف الشهداء
أبونا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولس أسد أنبا مقارة القديسين أبونا أنبا يوحنا أبونا أنبا بشوي أبونا أنبا بول الطموي وأبوان الروميان ماكسيموس ودوماديوس وأبونا أنبا موسى 49 شهيدا شيوخ شهاد كل مصاف البس الصليب الأبرار والصدقين وجميع العذارى الحكيمات وبركة والدة الإله ولنا آخرا بركاتهم مقدسة نعمتهم قواتهم هبتهم محبتهم معاناتهم فلتكن معنا للأبد أمين بإخر السوز بنوتي أبور أنت تهيري نمينا أنت كري سمنا أنت كري كنبنا نبول جسوك تتقومنا بأؤنا بسمنا بأمها شغالنا مصعقنا كل بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا دين المقدس ولأن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام ربكم مع جميعكم